لما كلمته في التليفون بعدها بمده الحقيقه، وكانت المده اللي هي خاصه بيا اللي انا قفلت على نفسي فيها عشان بس الخروج من الشرنقه كان صعب قوي، فكان لازم الواحد يتزن يتزن مع نفسه الاول قبل ما يتزن مع الاخرين. فكلمته في التليفون فقال لي انت فين؟ قلت له انا موجوده يا استاذ وانت وحشني جدا، بس انا يعني عارفه انه يعني. قال لي مالك فيكي ايه؟ قلت له مش عارفه اذا كنت عرفت ان انا اتحجبت. قال لي عرفت، من حقك تعملي اللي انت عايزاه بس مش من حقك تحرميني منك. ودي كانت اعظم كلمه انا سمعتها منه، من حقك تعملي اللي انت عايزاه بس مش من حقك تحرميني منك. ولا من حقك تحرمينا منك يعني كمشاهدين والله جد. لا غير 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 البرنامج يعني، بمعنى انه تلمروني باختيار الاعمال يعني انه لازم تكوني موجوده كممثله. ما اعتزلتي؟ اعتزلتي حضرتك التمثيل؟ ابدا ابدا، بس صعب قوي صعب قوي. كل ما بيجي لي عمل عايزه اقول لك على حاجه، الترك لله حاجه عظيمه قوي وحاجه جميله قوي. في ناس لما رجعوا يا رجعوا اقل مستوى، يا رجعوا في اسلوب تاني خالص، يا رجعوا ورجعوا، فاهم؟ ندموا ورجعوا خالص بقى. فانا مش عايزه اكون ولا واحده من دول. انا لما قررت اني اتحجب يمكن كنت في مكان انا ما كنتش احلم بيه، ما كنتش عمري في حياتي مخططه. انت عارفني طول عمري ما عنديش بلان كده وماشيه وبقول ده الاول وده التاني، طول عمري ماشيه كده اقول له يا رب ده ولا ده، ده حاضر ده ولا ده، ما عنديش خطه. قدريه جدا جدا. فصعب جدا ان انا، ومش علشان حنان والله واقسم بالله مش عشان حنان، بس عشان الحجاب. الحجاب بقى عزيز عليا قوي، حبيته قوي وبحبه قوي، فيوم ما هيتهز حجابي بعمل انا اللي هبقى خسرانه. نحن بدنا اياك بعمل لا يهتز فيه حجابك ولا قناعاتك ولا يعني كمان نفقدك تغيبي نهائيا، لان حضرتك انا منتظره. الله اعطاك موهبه التمثيل صح ولا لا؟ الله اعطاك هذه الموهبه. سنتابع بعد الاستراحه ورح نشوف يعني اسالك اكثر عن المواضيع اللغط اللي اثيرت حول مقهى افتتحتيه حضرتك او صالون، وقلتي انه ممنوع دخول غير المحجبات وقيل المسيحيات وما شابه يعني مثل هذه الاقاويل. مشاهدينا نتابع خليك بالبيت مع النجمة حنان ترك. يعني قبل ما احكي عن موضوع الصالون او الكافيه لحضرتك، هل بتفكري بالاعتزال نهائيا؟ يعني هل بتفكري انه تتوقف نهائيا عن التمثيل ولا لا؟ هذا قرار غير وارد حاليا. لا هو غير وارد، لانه مش يعني بس كلمة الاعتزال دي عايزة مشوار فني بقى اللي هو 100 فيلم و200 مش عارفة ايه. كلمة اعتزال دي حاجة كبيرة قوي، يعني ما اعتقدش انه ممكن حد في عدد الافلام والمسلسلات اللي انا عملتها يقدر يقول كلمة الاعتزال دي. بس كلمة التوقف هي اصح بالنسبة لي. انما إعادة النظر ودراسة الامور من جديد. بهيك بمحاولة بحثك عن اشكال جديدة او عن صيغ جديدة للعمل، دعوتي او اقترحتي على السينمائيين المصريين او على السينما المصرية الاقتداء بالسينما الايرانية. فغضب يعني الوسط السينمائي المصري عليك غضب. أيوه. شديد. هل دعوت حقا للاقتداء بالسينما الإيرانية؟ وما الذي يعني يقتدى به في تلك السينما؟ لا، أول ما تحجبت قالوا أنه الناس عندها زبزبة ومش عارفين وتحجبت ولا ما تحجبتش وكذا ومش كذا. طب أرجوكي أعملي لنا برنامج علشان تقولي للناس على الهواء أنك تحجبت. فقلت أوكي. كان أول ما تحجبت ما فيش من كم يوم يعني، ورحت وقعدت وإحنا قاعدين فبيقول لي طب وحنان دلوقتي هتشتغل ازاي وانت كده يعني خسرتي السينما المصريه. قلت له مفيش حاجه اسمها كده، لانه السينما المصريه من ايام من 100 سنه سينما لحد اللحظه دي لم تتوقف عند لا اعتزال حد ولا عند موت حد ولا عند مشيان حد منها ولا اي حاجه، لانه السينما المصريه دي حاجه كبيره جدا. ولا صح ان انا اقول مين اللي كان بيقول لك وبتقولي له استاذ محمود سعد؟ ايوه بالظبط بالظبط البيت بيتك. بعدين جه قام قال لي طب وانت هتعملي ايه دلوقتي؟ يعني بالحجاب، هل يصح انك تشتغلي بالحجاب؟ طب هتمثلي ازاي بالحجاب؟ قلت له يا سلام، طب ما السينما الايرانيه بيمثلوا بالحجاب وبياخدوا جوائز في العالم، في العالم كل العالم كله. صحيح صحيح. فقام قال لي يعني ايه؟ قلت له يعني ما السينما اهي وكلها
وكلها محجبات، مش واحدة محجبة في وسط ناس كتير. ده كان كل كلامي عن السينما. يعني أنا يعني بقول إنه في سينما قائمة على الحجاب، ما فيهاش ولا واحدة مش محجبة، حتى الـ 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 الناس كلها وناجحة وبتاخد جوائز. إذا كان لي حق أعطي رأيي، أنا رأيي لا هيك ولا هيك. الحياة فيها فيها يعني فيها محجبات وفيها غير محجبات. وأنت بتعمل إيه؟ والسينما لازم يكون تشبهنا، الفن لازم يكون بيشبهنا. بالزبط. يعني لا يكون المحجبات مضطهدات وكأن يعني عاملين شيء مش لازم يعملوا، ولا العكس يعني. بالزبط. ولا العكس صحيح. بالزبط. هل صحيح أنه أيضا عند إلقائك محاضرة بجامعة القاهرة كلية التجارة رفضت أنك تبلشي المحاضرة قبل فصل الذكور عن الإناث في الجامعة؟ إيه ده؟ لا دي جديدة دي، لا خالص خالص اطلاقا. ابدا ما عندك أبداً. ما عندك مشكله بهالموضوع حقيقة. ابدا لا 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 لا، انا بص دي مشكله عالم، يعني حتى الداعي ما يقدرش يعملها. يعني انه الداعي مثلا يقول لك انا هاجي واحده واقول محاضره مثلا بس افصل، يعني ما اعتقدش ان هو يبقى قادر على ده، لان هو عايز يجذب وليس ينفر. يعني فاهم قصدي ايه؟ لان انا ممكن واحده تكون ايمانياتها ضعيفه تسمع جملة زي دي تقول لك يو بقى الجلسة كلها وتقوم يعني صح ولا غلط أصلي مش يعني يعني بالعقل كده لا يمكن، أنت عايزهم ولا مش عايزهم. لكن عالم بقى ويقول لك أصل كذا وبدليل كذا وإشارة لحديث كذا وأصل نزل كذا، ساعتها ما حدش يقدر يتكلم. لكن حنان تركة تطلع تقول نفس المقام. طيب شو حكاية المقهى أو المطعم أو الصالون؟ هو صالون والله. صالون للمحجبات. كوافير للمحجبات. هو كوافير للمحجبات. جات لي ليه أو عملت كده؟ لأنه المحجبات مضطهدات في الصالونات عموما، يعني اوضه قد كده صغيره وبنقف بقى مستنيين، عارف الاوتوبيس مثل المدخنين. المدخنين بالمطارات وبالاماكن العامه بالظبط، وانت وحظك بقى يعني يبقى قدامك كام حد وبتاع. ففعلا قعدت انا واحده صاحبتي وقعدنا نقول طب وليه ما يبقاش للمحجبات مكان كبير ويقدروا انهم يبقوا قاعدين براحتهم وما يستنوش دورهم، يعني يبقى في كراسي كتير تقدر تستوعبهم يعني. وفعلا عملنا الكوافير ده وافتتحناه، وكان حاجة لطيفة جدا، وبنعمل فيه وبنقدم فيه كل الحاجات مش بس الشعر، يعني كذا ايتم بقى مانيكير وباديكير وكريمات ومش كل الحاجات اللي بتقدمها كل الكوافورات يعني. لقيت إس فجأة خير، اللهم اجعله خير. اتنين شابات ربنا يبارك لهم داخلين في مرة كنا من المرات اللي عاملين فيها زي يعني زي ان احنا دايما ننزل على الفيسبوك انه يلا يا جماعة النهاردة يوم خاص في خصومات على كذا وكذا وكذا، زي اي مكان استثماري يعني بتعمل فيه ده. دخلوا البنتين، واحده محجبه واحده مش محجبه، فدخلوا الاثنين وقعدوا الاثنين واكلوا الاثنين وبصوا على المكان كله وكل حاجه تمام. فلقيناهم معاهم كاميرا وعمالين بيصوروا. هل يصح انهم يصوروا ناس محجبات بلا حجاب؟ لا اصلا لا لازم ياخدوا اذن حتى كانوا بحجاب ولا بلا حجاب. بالزبط. يعني اذا لا يصح اساسا. فاخذنا منهم الكاميرا وعرفنا بعد كده ان هو دول صحفيتين من روز اليوسف جايين علشان يشوفوا الست حنان تركي بتعمل ايه. وبعدين خرجوا قالوا ان انا منعتهم من الدخول مع ان الاثنين دخلوا. والثانيه دي ما كانتش محجبه بس حطت طرحه على شعرها عشان نشوف هندخل مين وهنرفض مين، عارف يعني هم عملوا تمثيليه كده لطيفه الحقيقه. وبعدين خرجوا يصوروا المكان من بره، فالسايس قال لنا يا جماعه دول بيصوروا، يمكن ده اول مره بقول الكلام ده. نعم. خرجنا قلنا حضرتك مين بتعملي ايه وكذا ومش عارف ايه، خدنا الموبايل بتاعها، هي كانت بتصور مش بكاميرا، بالموبايل بالكاميرا بتاعت الموبايل. فتحناه واخدت الشريحه بتاعت الموبايل نفسه اللي كان فيها الحاجات دي خلاص. وبعدين اخويا ربنا يكرمه راح عمل محضر في الاسم انه ازاي دول كذا كذا كذا. فطبعا عشان تثبت المحضر لازم تدي الشريحه. فانا قررت ان انا افصل كل اللي على الشريحه واضيع حقي بان انا اقول ان الست دي دخلت عملت كذا، لان لو الشريحه دي كانت دخلت عند البوليس وشافها طب ما هو حقق يعني حققت اللي هي كانت عايزاه. طب ليه مجله يعني معروفه وشهيره ولها تاريخ مثل روز اليوسف بدها تبعت لك صحفيين سرا؟ يعني ليش ما يعني هل هذا الأمر متعمد أم هني هالصحفيات من تلقاء نفسهم؟ والله أنا بتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه يكون ده تصرف فردي. نعم. ما يبقاش بأمر من المؤسسة، لأنه هيهين وقار روزا اليوسف، يعني عيب.